السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا إخواني أخواتي، كيف ما شفتوا في العنوان، الموضوع ديالنا هو المستجدات ديال الدكتور تازين، المستجدات اللي خطيرة وخطيرة جدا إخواني أخواتي. فمن بعد ظهور مجموعة ديال المستجدات واللي فيها اعترافات ونكران ديال الدكتور تازي، اعترافات الزوجه ديالو ونكران ديالو، ايضا اعترافات ديالو ونكران ديالو، والتفنيد ديالو لكل ما قالته الزوجه لدى قاضي التحقيق لما اعترفت له بمجموعه ديال الامور. لكن اخواني اخواتي، مستجداتنا بخصوص هذا الفيديو هذا وفي هذه القضيه بالضبط ديال الدكتور تازي هو الاطراف الضحايا في هذه القضيه من المحسنين والمحسنون، واللي غادي يتم النداء عليهم اولا، واللي تم استدعاء ديالهم باش انهم يدليو بالاقوال ديالهم. هاد الاطراف اللي كلهم شخصيات وازنه ومعروفه في الساحه المغربيه اخواني اخواتي، في قضيه يمكن لاول مره غنشوفوا قضيه كتجر هذا العدد وهذا الكم الهائل من الشخصيات الوازنه في البلاد، واللي منهم ناس مسؤولون كبار في الحكومه المغربيه الحاليه. لكن قبل اخواني واخواتي ما اننا نغوصوا في التفاصيل الجديده، كندعوكم فضلا وكرما منكم بطبيعه الحال انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وايضا اللي كيشاهدنا اول مره انه يشترك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها اخواني اخواتي. دخلت قضيه الطبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه واخرين المشتبه في ارتكابهم لتهم ثقيله وفق ملتمس للنيابه العامه في مقدمه الاتجار بالبشر، مرحله اخرى بعد ازيد من اسبوعين على اعتقالهم احتياطيا بالسجن المحلي عكاشه بالدار البيضاء. وستحمل الجلسه المقبله في 27 من الشهر الجاري معطيات اضافيه بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء تحديد موعد الجلسه الجديده في الاربعاء المقبل من اجل البحث في خبايا هذا الملف. نعم اخواني اخواتي، الاربعاء المقبل غادي تكون واحد الجلسه كبيره وكبيره جدا، فعلى حجم الاسماء اللي غادي نسمعوا اللي غادي نحضروا واللي هما كانوا تبرعوا الفائده الدكتور التازي، حجم كبير واسماء وازنه بكل صراحه، اسماء اللي تم التلاعب عليها واستغلالها بهاد الصور وبهاد الامور. نقدروا ما نكونوش جازمين، لانني في واحد الفيديو تقريبا حد جوج الفيديوهات كنت قلت لكم اخواني اخواتي، حنا لحد الساعه ما عارفينش مثلا الفلوس اللي كانت سامت بها بنت اخ نوج واش فعلا دارت العمليات او لا دارت في الجيوب، وكذلك والمثال بجميع الضحايا الاخرين اللي يعني كلهم كيشملهم هذا الملف، الى ان يعني تنتهي هذه التحقيقات كلها باش اننا نتاكدوا ونتاكدوا بان الامر واضح وضوح الشمس. جلسه ستعرف الاستماع الى مجموعه من المتبرعين ممن كانوا يحولون مبالغ ماليه في حساب خاص بالمصحه بهدف المساعده في التكفل بمصاريف علاج الحالات المستعصيه والمحتاجه للعلاج بسبب حالتها الاجتماعيه المزريه. ولم يتم الكشف عن لائحة الأسماء التي سيتم الاستماع إليها خلال الجلسة المقبلة بعد أن يتم استدعاؤها عن طريق الشرطة القضائية بعدما أطلت أسماؤها في المحاضر باعتبارها الجهة المتبرعة. أرباب شركات ومقاولون ومدراء مؤسسات ممن قدموا مساعدات مالية وآخرين سيتم الاستماع إليهم قبل تدبيج أقوالهم أمام هيئة المحكمة المشرفة على هذا الملف. تدبيج بمعنى أن هذه الأقوال أن توثق وأن تحط أمام هذه المحكمة هذه، ودارنا الدباجة ديالها من أجل أن تحط وتخاد يعني وتعتبر يعني أقوال رسمية. ومن بين الأسماء الأخرى التي طفت على السطح سكينة أخنوش ابنة رئيس الحكومة وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، والفنان عبد الرحيم الصويري ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وأيوب الأزمي المدير العام لشركات مرجان، وممول الحفلات السلامي رحال، إضافة إلى آخرين. فكيف ما سمعتوا إخواني أخواتي، فأسماء بكل صراحة وازنة، نزار البركة اللي هو الآن ضمن الحكومة، نبيل بن عبد الله السياسي المعروف، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، سكينة أخنوش رئيسة تجمع أكوا أو الهولدينغ،
يعني اسماء اخواني اخواتي اللي هذه غير اسماء للذكرات اللي كاينه واللي يشار اليها، فما بالك بالاسماء اخرى اللي ما معروفاش وما ذكراتش في الملفات. ويذكر ان الدكتور التازي وحسب النيابه العامه يشتبه في ارتكابه جريمه الاتجار بالبشر باستدراج اشخاص واستغلال حاله ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام باعمال اجراميه كالنصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، يعني عن قصد النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن النية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 يعانون من المرض وغيرها من التهم الأخرى إخواني أخواتي. فكيف ما سمعتوا في الأربعاء المقبل، الأربعاء القادم، الأربعاء الجاية إن شاء الله، غادي يكون هذا الاستماع لهذا الشخصيات اللي ذكرنا وهذا الاسماء اللي ذكرنا اللي غالبا هي اللي غادي تكون، لان الكل مجموعه ديال الادله ومجموعه ديال الامور اللي خرجات اكدت فعلا ان هذوك جزء من الضحايا اللي معروفين، فكاينين ضحايا اخرين ما معروفينش ما مذكوراش الاسماء ديالهم، ربما بغاو يتستروا، ربما بغاو يسموا انهم ما يذكروش منهم، داك المتبرع الامير السعودي ومتبرعين اخرين اخواني اخواتي. ف هاد المسألة هذه لما غادي يعرضوا يوصلهم الرسالة من طرف الشرطة القضائية فأكيد غادي يتم الحضور ديالهم في الجلسة القادمة يوم الأربعاء باش أنهم يدليوا بهاد الشهادات ديالهم ويقولوا بالمبالغ وصرحوا بالمبالغ ويعترفوا بعلاقتهم بالدكتور التازي وشنو هي الطريقة كيفاش تم التلاعب بهم والنصب، كيفاش جاتهم الرسالة من أجل التبرع وشكون هما هاد الأشخاص هذو اللي تستغلوا من الضعفاء من اجل اجراء عمليه وبهم تم يعني طلب المساعده من هذه الشخصيات. فهذا الشيء كامل غادي يبان في القريب العاجل اخواني اخواتي في هذه القضيه هذه ديال النصب واللي فيها استغلال الانسان الضعيف وانسان الهش، انسان اللي محتاج، انسان اللي في لحظه ما لقى راسه كبش فداء في يد يعني عصابه اجراميه ديال النصب. احنا ما كيهمناش هذه تنكر او لا هذا ينكر، اللي كيهمنا هو ان الواقعه وقعت وان الفضيحه يعني تفضحات وكل المستور تكشف، فهنا ما بقى الا اننا نشاهدوا العداله كتقوم بالدور ديالها وكتنصف الضحايا ديال هذه العصابه الاجراميه اخواني اخواتي. الى هنا كنظن انني سلط الضوء نوعا ما على هذه المستجدات اللي ما تطرقش ليها العديد، او لا يمكن نقول المستجدات اللي مستجدات كتخص بالضبط هذا اللغز حول المحسنون. كنتمنى لكم في الختام كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، وكندعوكم اخواني اخواتي انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وايضا اللي كيشاهدنا اول مره انه يشترك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها. وخير الختام، السلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.